تعرفون الصحابي عبد الله بن أنيس؟ هذا الصحابي، والحديث في البخاري طبعا، عبد الله بن أنيس سمع أن رجلا يقال له خالد الهذلي، من قبيلة هذيل في مكة. خالد الهذلي هذا جمع مجموعة من أعيان قبيلته لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. لما اجتمعوا على قتل الرسول قيل عددهم 100 وقيل 1000، انتقل الخبر وصل إلى أن جاء للنبي عليه الصلاة والسلام. جاءه رجل قال: يا رسول الله، إن خالد الهذلي في مكة والرسول في المدينة، سمعنا أنه جمع 1000 من قبيلتي يريدون قتلك. وش قال الرسول؟ قال: أنا أقتله إن شاء الله. هنا التفت الرسول الصحابة جلوس، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: من يأتيني برأس خالد وله الجنة؟ قام الصحابة كلهم وقفوا. لما وقفوا، أول ما انتصب الصحابة وقوف، تقدم من بينهم عبد الله بن أنيس، قال: ماذا له؟ يعني وش تعطيه؟ قال: له الجنة. قال: أنا يا رسول الله، يعني أنا أتيك برأسه. قال له الرسول: رح ائتني برأسه لك الجنة. طبعا هذا الكلام في المدينة، وعبد الله بن أنيس وخالد الهذلي في مكة. قال الرسول: رح اذهب. قال: وما هي صفته؟ وصفه لي. قال: هو رجل كبير قومه، فصيح اللسان، إذا تكلم أسكت من أمامه، عرف بقوة الشعر، إذا تكلم شاعر. قال عبد الله بن أنيس: أنا أتيك برأسه. يقول: طلعت والله لا أعرفه ولم أره، فمشيت من مكة إلى المدينة 10 أيام، أمشي في الليل وأنام في النهار من شدة الحر. يقول: لما أقبلت وصلت إلى مكة، تظاهرت، من باب من كان لحيلة فليحتل، يقول: تظاهرت أني ضيعت لي بعير، من عين البعير الفلاني، مرة الناقة الفلانية، مرة البعير. يقول: مش عندك؟ وصفنا بعيرك، وأين بعيرك؟ يقول: اجتمعت وأنا أذني عندهم والعين تتلفت أدور خالد الهذلي. يقول: فالتفت فإذا بأناس قد اجتمعوا في مكان أبعد عنا شوي. قلت: على ماذا يجتمعون أولئك؟ من هم؟ قال: هذا خالد الهذلي، أمير قبيلتنا أو شيخ قبيلتنا، اجتمع مع قومه. قال: على ماذا؟ قال: اجتمعوا يريدون قتل رجل يقال أنه رسول، محمد بن عبد الله، في مكة في المدينة. قال: وين خالد؟ قالوا: شف خالد. يقول: فعرفت خالد. يقول: فصوبته عيني فعرفته. يقول: فأقبلت على خالد وسلمت عليه. أول ما سلم عليه يقول: قال: من أنت؟ قلت: رجل من العرب ضيع بعيرا وجاء يبحث عنه، ثم سمع أنك تجمع قومك تريد قتل محمد بن عبد الله، وأنا جاي أضع يدي مع أيديكم من باب الحيلة. قال: فقربني منه. يقول: استغليت الموقف، وهذه الفرص التي لا تضيع. قال: استغليت هذا الموقف، فبدأت أكون حول خالد الهذلي، إذا تحرك كنت عن ميمنته، وإذا أتى من اليسار كنت على ميسرته. يقول: كنت حوله حتى لفت نظره إلي. يقول: لما كادت الشمس أن تغرب وتغيب، قال خالد: يا قوم، أبيت هذه الليلة، وإذا أصبحنا بالصباح ذهبنا لقتل محمد. يقول: جيت أنا عنده. يقول عبد الله بن أنس: قلت: أما أنا، تسمح لي أنا معك في الخيمة؟ قالوا: خير يا طير، من أنت؟ يعني متى المعرفة على قولكم؟ ماذا تريد؟ قال: أنا شاعر، وأريد أن أسامرك على الشعر. قال: تحفظ ولا تقرض؟ قال: أحفظ وأقرض. قال: سمعني. يقول: فسمعت أبيات فأعجب بها، فأسمعني فرد علي وأرد عليه مباهلة. قال: لما سمع كلامي قال: إذن أنت لابد أن تسهر معي الليلة في الخيمة مسامرة. ابن كثير يعلق يقول: هذه أحسن مسامرة في التاريخ، أزين سهرة هذه، سهرة جابت رأس رجال على حق إن شاء الله تعالى. دخل معه في خيمته وجلسوا، يقول: يعطيني قصيدة وأعطيه، ويعطيني بيته وأرد عليه. يقول: مللت، الوقت مشى. يقول: حتى تعب خالد. قال خالد لعبد الله بن أنيس: أتأذن لنا أن ننام؟ قال: أرقد، جعلك ما تقوم، نم. قال: فنمت وتظاهرت بالنوم، تظاهرت أني بنام. يقول: حتى سمعت غطيطة، خلاص. يقول: لما سمعت غطيطة طلعت سيفي وجزيت راسه. بسم الله ربي، هذا الغلام
أقل فقطعت رأسه. عاد أنا زدت والزيادة ليست ربا هنا يجوز. مع التحية لمحمد بن عبد الله حط الرأس في الخرج وحمله على ظهره وطلع من مكة إلى المدينة. يقول 10 أيام ونمشي. يوم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والخرج معه في رأس الرجال، فإذا ينزل الخرج وفتحه وطلع الرأس يتدربى. وقف الرأس عند النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما أقبل على الرسول قال له الرسول: أفلح وجهك. قال: وجهك يا رسول الله، أما الأمانة فهي معي. وفتح الخرج حتى وقف الرأس عند النبي صلى الله عليه وسلم. رفع الرسول الرأس قال: هذا الذي يريد قتلي. عبد الله بن أنس ما هم الحين الرأس، قال: الجنة وينها؟ وين الجنة؟ طيب أنت تقول جيب لي الرأس لك الجنة، الجنة يا رسول الله. قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بعصا في الأرض طايحة. رفع الرسول العصا قال: خذ يا ابن أنيس، خذ هذه العصا تتكئ عليها في الجنة والجنة على العصي يومئذ قليل. يقول: فرحت بتلك العصا وأخذتها وأصبحت أمشي بها وأنام بها وأصلي بها وأقاتل بها حتى عند موته أوصى أنني إذا مت فكفنوها وغسلوها وأدخلوها معي في لحدي وفي قبري. قالوا: فمات رضي الله عنه وأرضاه وقد كفنت العصا معه ودفنت معه، وأنا أشهد أنها ستأتي يوم القيامة وقد اتكأ عليها ابن أنيس كما أخبره الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.